تعالوا كالعادة نبدأ بالأخبار الحصرية وفقرة حصري مع شوبير. خبر طبعا كلكم قريتوه وسمعتوه وشفتوه، وهو انه كابتن محمود الخطيب بصحبة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي رايحين لليونان تلبية لدعوة شخصية من السيد ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية المحترفة. ليه؟ هيشارك ولأول مرة النادي الأهلي في اجتماعات الرابطة دي اللي هتبدأ يوم 8 أكتوبر، هتقعد 3 أيام حتى 10 من شهر أكتوبر. مشاركة النادي الأهلي ممثلة في رئيسه كابتن محمود الخطيب وأمين صندوقه المهندس خالد مرتجي ضمن 8 شخصيات إفريقية تم دعوتها. الرابطة الأوروبية للأندية عايزة تشجع الأندية الإفريقية عشان تعمل رابطة مماثلة في القارة السمراء. هو ناصر الخليفة شخصية شاطرة جدا جدا، يعني حرص على تواجد للنادي الأهلي لأنه الأهلي الكبير، الأهلي النادي الأكبر والأهم قاريا وإفريقيا، النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي من البطولات والجماهيرية والأرقام القياسية، الأهلي نادي القرن الإفريقي، مشاركة الأهلي المتتالية في نسخ كأس العالم للأندية، حصل على العديد من الميداليات البرونزية، حقق كتير جدا من الأرقام القياسية، خلت الأهلي محط أنظار واحترام واهتمام مسؤولي كرة القدم في العالم وبالذات في أوروبا. الناس كلها يا جماعة بتبص النادي الأهلي إنه نموذج نجاح فريد من نوعه، هيكون من الشخصيات المتواجدة اللي هتشرف الاحتفال طبعا كابتن محمود الخطيب، هيكون موجود سيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أرسن فينجر رئيس لجنة تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، وعدد من رؤساء ومندوبي كبار الأندية الأوروبية. من ضمن رؤساء الأندية الإفريقية اللي موجودين هيكون سيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي، والسيد هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني ورئيس رابطة الأندية الإفريقية. زي ما بقول لكم دائما وأبدا الأهلي سفير فوق العادة. كابتن محمد رمضان، وبتأييد تام من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومن لجنة التخطيط برئاسة كابتن مختار مختار وبموجب صلاحياته كمدير رياضي، هنا بقى بتتكلم على مدير رياضي، شاف انه من المهم جدا احداث تغيير في الكوادر والمنهج في النادي الاهلي، لان طبيعه المرحله اللي جايه لارتباطات النادي الاهلي بتقول كده. الاداره الجديده هتخضع لمتابعه واشراف مباشر من المدير الرياضي كابتن محمد رمضان، اللي هيكون على تواصل مباشر مع المدير الفني مستر مارسيل كولر، لجنه التخطيط كابتن مختار مختار، عشان يضمن سرعه تنفيذ للصفقات. هيكون هناك حرص على التأكد من طريقة التفاوض مع أطراف رسمية بشكل مباشر في محاولة لعدم اللجوء لأكثر من وكيل لاعبين، يعني في لعيب عنده وكيل لاعبين خلاص هنتوكل على الله ونشتغل عليه، غير كده لا مفيش مشكلة. هيكون هناك سرعة في إجراءات التعاقد، يعني أول ما تخلص مع لعيب خلص وانهي وتعاقد ويلا توكل على الله وإعلن خلال الفترة القليلة اللي هي بتبقى فيها قصة التعاقد. أنا بعتقد إنها خطوة جميلة وإن النادي الأهلي مقبل على ثورة إدارية. خلال ساعات قليلة قادمة سيتم الإعلان عن رعاية موسم الرياض للسوبر المحلي المصري المقرر إقامته في دولة الإمارات في الفترة من 20 ل 24 أكتوبر بمشاركة الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز. الأهلي بيبدأ مع سيراميكا والزمالك مع بيراميدز، والكسبان بيلعب الكسبان على البطل والخسران بيلعب الخسران على الميدالية البرونزية. بعتقد ان ده بيورينا كلنا مدى قوة ومدى أهمية ومدى شعبية كرة القدم المصرية، بعتبرها الحقيقة ضربة معلم. أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، وبعد صدور البيان اللي أصدرته الإدارة الرياضية أو المدير الرياضي للنادي الأهلي كابتن محمد رمضان بالأمس وأبرأت ساحته تماما من موضوع أنه وكلاء وقصص وحواديت، أمير قرر أن يقاضي بصفة شخصية أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي المعار لسيراميكا، لأنه شايف أنه التصريحات اللي قالها اعتبرها أمير توفيق مسيئة له ولسمعته. على فكرة على فكرة على فكرة أنا دايما بساند وبساعد كل واحد بيسعى إنه يحصل على حقه.